الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إن الاستثمار في العراق يواجه عرقلة من وزارات ودوائر ومؤسسات في الدولة، بينها مشكلة الحصول على موافقة وزارة الصناعة لإنشاء المعامل الصناعية. وأوضح عضو اللجنة حسين السعبري أن البلاد فيها الكثير من المعامل الصناعية التي حصلت على حماية المنتج، ويعمل فيها الكثير من العمال الذين لديهم الضمان الاجتماعي، لكن هذه المصانع بحاجة إلى دعم حكومي من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى كثير من الفرص الاستثمارية وموافقات وتصديق من وزارة الصناعة التي تريث وزيرها بإعطاء الفرص لمصانع الإسمنت ومصانع الحديد والصلب بدلاً من دعم هذه المصانع والاستثمار فيها. أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية انتهاء موسم تسويق الحنطة في ديالى وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رادة التميمي إن موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في ديالى انتهى بشكل رسمي بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاقه في 23 مقاطعة زراعية بمساحة تجاوزت 370 ألف دونم، مضيفا أن تأقلم المزارعين مع طبيعة الظروف القاهرة أسهمت في ولادة نماذج إيجابية أبرزها تغيير نمط السقي والسعي إلى بلورة حلول تسهم في تخفيض هدر المياه. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والسعودية بلغ 3,400,000,000 دولار في النصف الأول من العام الحالي. وأوضح بولات أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية تتطور يوما بعد يوم، مبينا أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6,500,000,000 دولار في 2022 يستمر بزخم متزايد في عام 2023. وأضاف أن الهدف يتمثل برفع التجارة المتبادلة مع السعودية إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير وإلى مستوى 30 مليار دولار على المستوى الطويل. أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 12% في شهر حزيران على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.8%، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في 3 سنوات. وتباطأ الزخم في تعافي الصين بعد الوباء بعد انتعاش سريع في الربع الأول من العام الحالي، حيث خفض المحللون توقعاتهم للاقتصاد لبقية العام مع تباطؤ إنتاج المصانع في مواجهة الطلب العالمي الضعيف باستمرار. وسجل فائض الميزان التجاري للصين في شهر حزيران حوالي 71 مليار دولار مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل فائض بنحو 94 مليار دولار. صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالاً في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في شهر حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين، وعلى أثرها توقعت الأسواق ارتفاعا إضافيا في أسعار الفائدة، كما تعهدت السعودية أكبر منتج للنفط في العالم بتمديد خفض الإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل يوميا في شهر آب، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500,000 برميل يوميا. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.